هاي جيكس، ويلكم باك. معكم حسون سولم جيكس. اليوم بدنا نغير شوي عن سيكيرو ودايز جون. بصراحة انا متحمس جدا جدا لكراش تيم ريسينج. الزكام هذا جاب لي روح. المهم انا متحمس جدا لكراش تيم ريسينج اللي حتصدر في 21/6، يعني ضايل تقريبا 40 يوم. فقلت ايش بكبس قاعد، انا قاعد فقلت خلينا نشوف جيم بلاي للعبة، وبرضه نشوف جيم بلاي للعبة سونيك تيم ريسينج. كتير حكيتولي انه حسان شوفها، فمنقارن بيناتهم بهالفيديو، كراش تيم ريسينج وسونيك تيم ريسينج. وبرضه في فيديو جديد نزل لكراش تيم ريسينج، حسب ما فهمت انه بفرجينا شخصيات جديدة انضمت للعبة وازياء جديدة ومنغير بشكل السيارة ومش عارف شو. فبرضو هذا الشيء بنشوفه باخر الفيديو. ليتس بي جن. استنى وينه؟ يلا، واحد اثنين ثلاثة. ايش البداية؟ البداية فرعية. اوه ليش استعجل اللي بيلعب؟ استنى، هاي البابل بدك تنشنها صح؟ الجرافيكس رهيبة، نفس جرافيكس كراش المغامرات، الوان جميلة وبيئة جميلة. اوه ماي جاد، هاللعبة رائعة ومعها احلى الذكريات على بلاي ستيشن 1. اوه ماي جاد مان، اللي عم بيلعب مش عارف يلعب، بخش بالحيطان وحالته حاله. وبعدين او حلوه. او ماي جاد، في صاروخ، في اللي بيلعب عم بتهبل قاعد. ليش رمى الصاروخ هيك خبط لزق؟ بعدين لما تكون حامل التي ان تي وقت طيرها من فوق راسك، طير. تستاهل على فكرة، طلع رمى هاي كمان. هاي القنبلة الدائرية بدك تنشنها على اللي قدامك او على اللي وراك او ترميها بالهواء. اللي بيلعب على فكرة تحفة تحفة. او ماي جاد مان، كيف طلع الاول هاد؟ كنه حاططها ايزي على فكرة. او المرحلة الثانية هاي مع كوكو. على فكرة what the freak، لما تجمع 10 تفاحات بيصير السلاح اللي بتاخده متطور، يعني بدل الصاروخ 3 في حدا خش بالإشي الكيميائي الأخضر. بدل الصاروخ 3 كنه، والإشي الكيميائي الأخضر بيصير أحمر أقوى، وهيك يعني بتطور السلاح. بانديكوت باور. التي ان تي وهذا الإشي الأخضر لازم تحطه في أماكن صح، مثلاً على زاوية ضيقة قبل بوست بالهواء وانت طاير هيك. بس شكله اللي بيلعب يا اما بيعرفش يلعب او او اول مرة بيلعب. هذا اللي قدامها اخذ كل السنديد. شو اسمه هو؟ كورتكس نايترو فلافل. اللي بيلعب تحفة على فكرة، استاهل. في حدا فرقعك فرقيع؟ اها صاروخ مرتب. ايه هذا الصاروخ تحفه.
بالله تحكولي بالتعليقات جيكس شو أكتر سلاح بتحبوه في هاللعبة وشو أكتر سلاح بتكرهوه. أنا أكتر سلاح بحبه الساعة لأنه نادر لا يطلع وتأثيره حلو. الساعة ببطئ الشخصيات بصير يهزهز وهيك بصيره بطيء. أكتر سلاح بكرهه الكهرباء هذه الدائرة اللي بتلحق. حبوش هذا السلاح بحسه ترول. مرحلة التلج مرحلة صعبة لأنها بتزحلق مع النمر صاحب كوكو. يلا ما أحلى هاللعبة أحلى الذكريات معها بتجنن. أنا خايف بس تنزل هاي اللعبة ما ألعبش ولا إشي تاني غيرها عاد ما هي جميلة ومسلية. أوه ماي جاد مرق من جنبك قنبلة فلافل. أنا بتذكر بهاي المرحلة كانت دائما في منطقة تاعت الجسر كنت أسحل فيها دائما هون 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 هون. كنت دائما أسحل عن هذا الجسر. أوه ماي جاد لهلأ مش عارف يجمع 10 تفاحات هذا. على فكرة تفننوا بقصة الجرافيكس. ايوة طيرها على فكرة خالص اللي بيلعب خالص ولا حبة. ها وك ما فيش حدا وراك على مين رميتها. هي اخذ 10 تفاحات. انا ما بحب اللي بتهبل بالاسلحة لازم شوية تكون هيك. او ليش هيك بصيح نهفة. يلا ايوة هيك كان يصير فيي انا بالضبط هيك كنت اسحل. ايوه 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 فرقع 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 فرقع. مبروك ايش جبت العيد. كل عام انت بخير. انا كنت حابب في كراش هاي انه بالاضافة لكل شيء قديم ينضف لها هيك مثلا مراحل جديدة وأسلحة جديدة. عرفتوا كيف؟ كنت هيك حابب بس يعني مش عارف إذا هذا الشيء رح يكون موجود أو لا ولا هي حتكون نفس القديمة بس اللهم نظفوها وجلوها وغسلوها عشان تزبط على التلفزيونات الـ HD وهيك. إن شاء الله يضيفوا لها مراحل جديدة وأسلحة جديدة بكون هيك إشي حلو. مش تسحل أوعى تسحل في الجسر. أنا لحد الآن بتذكر آخر بوس في هاي اللعبة بتذكر إنه جنني على الآخر كان يغش. بتذكر صح آخر بوس كان يكون كان يغش بس مش متذكر شو كان يعمل بالضبط. He is the first one. كنا بلعب ايزي اللي بلعب على فكرة بلعب ايزي قاعد. اوه ماي جاد خلص الفيديو. هلا المفروض نشوف سونيك. اوه سونيك تيم ريسينج. سونيك بحسه كتير مميز بالموسيقى تبعته. Move over. Hedgehog on a mission. أنا في مهمة. هي Sonic Team Racing نفس النظام شغل أسلحة وهي صح؟ أيوة جينا للحول. حول Sonic الشهير. شقلب شقلب. برضو الذهبات بيعملوا بوست ولا لا؟
اها او اخذ سلاح. What is this؟ ايش عمل؟ وين راح السلاح؟ ما عرفت ايش السلاح هذا عشان اوه مبروك طلع عقل. ايش؟ You have offered an item؟ تقدر تعطي item من اللي معك لحدا؟ ولا لا؟ اوه ناقصه سرعة ما هو صارك. كأني شفت you have offered an item يعني تقدر تعطي tails eliminated. tails راح. you have offered an item box. هيو ممكن الايتم اللي معك تعطيه لحدا. هاي زيادة على كراش. اوكي نايس. تلعب تيم وبتساعد التيم اللي معك اذا كان الايتم اللي معك بتكش اياه بتعطيه لحدا. حلو. شو اخذ؟ انا مش فاهم الاسلحه اللي مش فاهم الاسلحه شو بتعمل. هي راحت. شو عمل؟ ما عارف. باك ان بزنس. انا مركز بسلاح. ايوه. طلع هذا. Why is everything so wet؟ ليش كل شيء مبلول؟ يمتشتش. هذا اللي معه عمل بوست؟ مش قادر اميز الاسلحة اللي باخدها شو بتعمل. وفي ناس عم بتموت. في ناس عليها اكس احمر. مش فاهم كثير شو عم بيصير. بس الجرافيكس بكراش قوة صح؟ الجرافيكس بكراش اقوى من سونيك. انا هيك حاسس انا هيك شايف. الموسيقى كتير حاسس الموسيقى كتير بتلهي. وشكله اللي بيلعب برضه بيلعب ايزي. ايش صار؟ التيمت تيم اكشن. هذا بوست فريقي. الفريق بعطي بوست. طب على اي اساس بصير عضو الفريق عليه اكس احمر؟ شو بصير فيه؟ بموت؟ اول تاني تامن. طب الباقي؟ او نحن في مرحلة ثلجية. بس مين هذا اللي معنا؟ مين هاي الشخصية؟ مين هاي؟ هاي اللي تحت بعرفها. شفتها بسونيك شو اسمه؟ فورسز. بس الباقي ما بعرفهم. هم عبارة عن فريق من ثلاثة. اوكي. هاي اخذ سلاح بعرف شو هو. بوست. بوست. هذا سلاح بوست. اوكي. وهلا. هاي سلاح جديد. ايش بعمل؟ استخدمه. ليتس جو. بحب الاسلحة انا. ها؟ شو رمى؟ رمى قنبلة حمراء. اوكي. هاي اخذ نفسها. طيب. بومب! قنبلة، فقع فيها هو نفسه ولا؟ ايمي هاز اوفرد ان ايتم بوكس. ايمي اعطتك اداة يا معلم، بس انت ما اخذتهاش. ليش؟ يو هاف ريكويستد. او ماي جاد، هذا خالص اللي بيلعب. ايمي اعطته اداة ما اخذها. بعدين هو طلب أداة. ايش هو الهبل هاد؟ ما اعطتك المخلوقة، انت ما اخذت. او ماي جاد، خش فيهم خش فيهم. ايوه خش فيهم خش فيهم خش فيهم. المرحلة جميلة بس مرحلة التلج تبعت كراش احلى. وفي جمهور على اليمين بزقف وعامل حفلة. You have requested an item.
اوكي هذا الازرق اللي انت حامله شو بيعمل؟ سلاح هذا اللي فوق محوصني هذا من اول الفيديو وانت بتاخده انا مش عارف شو بيعمل. اوكي استخدم مرة نشوف تشقلب استخدمه العمى. اوه هدول بلوكات اوائق وهيك اكلت هواء اكلت ليزر فلافل. هذا الازرق اللي بيلعب اتبهدل طلع بلوك اوائق بترميها وراك. اوكي كيوب 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 هيك يعني كيوب. اوه مرحلة نارية مع الوحش الماجما اللي بخبط وحالته حاله بس كأنه فيش كتير تنويع بالأسلحة ولا بتهيالي ولا اللي بيلعب حظه تحفة. اوه انا حابب اشكال السيارات اللي سايقينها بصراحة حلوين بذكروني بهدوك السيارات اللي كنا نلعب فيهم احنا صغار بالإقدام هدول. نايس كيوب هيو لما بتستخدم سلاح المذيع هذا اللي بيحكي بيحكي شو عملت ايش بقول لك بوم وهلا كيوب هو هذه حلوه انه قصه انه بيحكي بصوت اذاعي شو بتعمل. حلوه صنعك على فكره مش بطالة بصراحه بس عندي احساس انه كراش احلى او انا حابب كراش اكتر صراحة. طير في الهواء شاشي وانت ما تدراشي شي. طب هل اذا دعست على النار بتهب ولا بصير لك اشي؟ كيوب بس الاسلحة على فكرة في اسلحة بس انا مش عارف. او ماي جاد خلص الفيديو هل بدنا نشوف كراش او هيو ليش هيك اسنانه لابس طاقية ليش هيك اسنانه حبيت مين هاد هدول زعماء هدول شخصيات من ستار وورز صح؟ هدول زعماء هذا نينجا لابس الباليه الاربع اجرين او ماي جاد خلص الفيديو او ماي جاد مان اخ ايه حلوه قصه السكنز هاي وات ذا فريك مان بتغير لون السياره وشكلها وبتحط ستيكرز عليها وطوابع مش عارف ايش وفي شخصيات من العاب تانية وعناوين تانية الزعمه في زعمه من كراش انضموا زعمه جداد وش اسمه في شخصيات من ستار وورز معقول نشوف في كراش تيم ريسنج شخصيات من عناوين تانية حلو والله حلو وحبيت قصة تغيير أشكال السيارات وتغيير أشكال الشخصيات نفسها في شخصية صار لها أربع إجرين والقطة صار حامل سيف وعامل حاله السياف الفظيع وإيش كمان وهداك الكورتكس هيك عينيه صاروا يضوا ليزر وهذاك لابس باليرينا حبيتها هاي وات ذا فريك هاي شغلات جديدة انضمت للعبة او انضافت للعبة هاي شغلات حلوة هاي شغلات جميلة جدا بدي اشوف بالله كيف ممكن نحصل عليهم يعني معقول يكونوا حاكين عن هذا الموضوع بدي اشوف اها اوكي تحصل عليهم لما تلعب الادفنتشر مود تطور المغامرة وعن طريق الكوينز المصاري
اوكي مش جايبين سيرة مايكرو ترانزاكشن اللي هو تدفع مصاري حقيقية جوا اللعبة. بصراحة موضوع المايكرو ترانزاكشن هذا انا بنفرني من اللعبة او من اي لعبة. يعني لما يقول لك انه بتدفع مصاري عشان تاخذ اشياء ومش عارف شو، هذا الموضوع انا ما بحبه نهائي في الالعاب. انه خلاص يعني لما تدفع $60 واللي هو مش عارف قد ايه حق اللعبة، خلاص نعطيني الفول اكسبيرينس والتجربة كاملة، ولا تقعد تاخذ مني مصاري فراطة من هون ومن هون. انا ما بحب هاي القصص، ما بحب عن جد بتنفرني من الالعاب قصة المايكرو ترانزاكشن، ما بحبها. مهم جيكس، انا متحمس لكراش تيم ريسينج. بالنسبة لي كراش تيم ريسينج شفتها احلى من سونيك. سونيك فيها هيك يعني حسيت في سونيك افيع اشي فيها الموسيقى، حسيت فيها تكرار، والجرافيكس حسيتها بكراش احلى. مش عارف انا فضلت كراش، انتو شو فضلتوا، كراش ولا سونيك تيم ريسينج؟ احكولي بالتعليقات تحت لو سمحتوا. يا احلى جيكس، وانا بدي اروح اكل قطايف لانه ريحتها بتجنن فعت في البيت جيكس هناك وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير، وتكتبوا لي في التعليقات تحت شو بتفضلوا، كراش ولا سونيك، وشو رايكم بس الازياء والشخصيات الجديده اللي انضمت لكراش تيم ريسينج. انا بتشكركم كثير للمتابعه، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بامان الله.